بعض الشباب يقول لأمه، يوديها مشوار ويقول لها اسمعي، إذا وصلت عند الباب ودقيت بوري والله لو ما تنزلين إني لا أروح وأتركك، والله لو ما تنزلين إني لا أروح وأتركك. وأحد الناس طلبت أمه عندها مباراة، يبغى يروح يلعب كورة، ما هو يرعى يلعب كورة، قالت له ودني عند خالتك، خالتك مريضة في المستشفى، ودني عندها، دوبها خرجت من المستشفى ودني. بعد محاولات وإقناعات قال طيب بروح، لكن المباراة بتبدأ الساعة كذا، والله لو أجي أدق بوري ما لقيتك والله لا أروح وأخليك. قالت يا ولدي وتروح وتخليني لمن؟ ما في أحد يوديني، أمك خالتك ما عندها أحد، أنا منقطعة. قال المهم جاك العلم، والله لو أجي بس ساعة أربعة دقت بوري ما تعيد المبني لا أمشي. المسكينة العجوز ما تعرف، بقيت عند أختها، جاء دق بوري، سمعت البوري لبست ونزلت، لكنه انتهى الأمر عنده، هو تأخرت عليه، فخرجت مع الباب وإذا بالسيارة قد ذهبت وتحركت من مكانها، فنظرت إليه وقالت الله لا يردك، بس والله ما رجع إلى بيته، والله ما رجع إلى بيته.